بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات هنا على أرضية هذا الميدان. ننطلق مع شوطنا الرابع عشر بمجموع الأشواط والخاص بأشواط الإنتاج والمنتجين. ننطلق مع هذه الأسماء والشعارات القادمة والمشاركة على أرضية ميدان المرموم. تحفة ميادين السباقات خصصة للذلل، المهجنات، الأصايل بأشواط الإنتاج والمنتجين. المحلية ذهب مع المدامية لسيف بن علي بن راشد بن كليب تانينا والناموس. شوط المهجنات تعلن انطلاقته في هذه اللحظات. نتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة. مباشرة ننطلق إلى المقدمة إلى صدارة هذا الشوط والمركز الأول. الصدارة مركزنا الأول يحمل اسم الهدى، سهيل بن حمد بن يطبع العامري من يقدم الهدى اللي من هدى من البداية على المركز الأول وفي قيادة كل الأسماء والشعارات. المركز الثاني وتابع هملولة زايد بن محمد بن زايد المنصوري. والمركز الثالث شعاع أحمد بن سالم بن أحمد بالحوتة العامري. المركز الرابع فزعة هادي بن أحمد بن حسن بالثيمة العامري القادم على المركز الرابع والخامس. وتابع وايد محمد بن سلطان بن سعيد بن زايد الاكتبي القادم على المركز الخامس. والمركز السادس الرباع القادمة لعيد بن ساري بن بلوش المزروعي القادم مع الرباعة على المركز السادس. سابع المراكز مصيحة خالد بن عبد الله بن ماجد الخاطري خادم مع مصيحة وسمحة هزيم بن محمد بن هزيم المسافري على المركز الثامن. تاسع المراكز اليازي قادم بشعار سالم بن راشد بن غيش الاشتبي من يقدم انطلاقات وتحديات اليازي. والمركز العاشر القدوم من أرام لمحمد بن عبد الله بن ماجد المسافري من يقدم أرام على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا ندان الأول بمسار هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته على أرضية هذا الميدان. عودة إلى الصدارة، عودة إلى شعار سهيل بن حمد بن يطبع العامري من يقدم الهدنة على المركز الأول وعلى الصدارة. والمقدم المركز الثاني هملولة زايد بن محمد بن زايد المنصوري قادم على المركز الثاني من الظفرة. المركز الثالث والرباع القادمة عيد بن ساري بن بلوش المزروعي كذلك من الظفرة قادم وسمحة هزيم بن محمد بن هزيم المسافري هنا ينطلق مع سمع المركز الرابع والمركز الخامس. وتابع شعار فزع القادم هادي بن أحمد بن حسن بن ثيمة العامري القادم مع انطلاقته وتحديات فزعة على المركز الخامس. سادس المراكز مصيحة خالد بن عبد الله بن ماجد الخاطري قادم مع مصيحة على المركز السادس. والمركز السابع وتابع في سابع المراكز عوايد القادمة محمد بن سلطان بن سعيد بن زايد الاكتبي قادم مع عوايد على المركز السابع. والمركز الثامن شعاع أحمد بن سالم بن أحمد بن حوتة العامري يقدم شعاع على المركز الثامن. والمركز التاسع لا زالت اليازي لسالم بن راشد بن دغيش الاشتبي على المركز التاسع. والمركز العاشر رام لمحمد بن عبد الله بن ماجد المسافري. هكذا هي النتيجة، نتيجة هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته ويعتبر أول أشواطه
أذن للمهجنات الأصايل الإنتاج والمنتجين لمن مشاري هذا الشوط، من سيكون السعيد في اللحظة الأخيرة، من سيحظى بهذا الشوط مع هذه اللحظات والانطلاقات. عودة إلى الصدارة، غادرت الهدى منتصف 8 كيلومترات، الهد سهيل بن حمد بن يطبع العامري على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة ما شاء الله. الهد المركز الأول يحمل اسم الهد وشعار سهيل بن حمد بن يطبع العامري في مقدمة هذا الشوط. في الكادر العلوي المركز الثاني، وتابع المركز الثاني هملول القادمة زايد بن محمد بن زايد المنصوري قادم على المركز الثاني، سمحة على المركز الثالث، هزيم بن محمد بن هزيم المسافري القادم على المركز الثالث يقدم، سمحة على المركز الثالث. رابع المراكز الرباعة عيد بن ساري بن بلوش المزروعي القادم مع الرباعة المركز الرابع. والمركز الخامس وصلت فزعة ولا زالت على المركز الخامس، هادي بن احمد بن حسن بالثيمة العامري قادم من مدينة العين، ينطلق مع انطلاقتي فزعة وتحدياتي فزعة على المركز الخامس. سادس المراكز، هذه نصيحة القادمة خالد بن عبد الله بن ماجد الخاطري القادم، وكذلك عوايد محمد بن سلطان بن سعيد بن زايد الاكتبي خادم الاكتبي في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقات على المركز السابع. ثامن المراكز، بدأ التجاوز والتسلل من اليازي سالم بن راشد بن دغيش الاكتبي، من يقدم اليازي على المركز الثامن. تاسعا نتابع شعاع لأحمد بن سالم بن أحمد بالحوت العامري، من يقدم انطلاقة شعاع. والمركز العاشر خيرة سيب بن علي بن يمعة الرميثي، أول ندى لشعار الرميثي القادم على المركز العاشر، يقدم خيرة سيب بن علي بن يمعة الرميثي. هكذا هي النتيجة لمسار هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته، ولا زالت الهدة من هدة حتى هذه اللحظات من البداية وهي قائدة للمسار، من البداية وهي ماخذة كادر دبي ريسنج الأول مع الهدة. يا سلام سهيل بن حمد بن يطبع العامري يبغي يطبع اسم اليوم ضمن منشورة ميدان المرموم ضمن الفائزين في هذا المسار في هذا الانطلاق الصباحي. روح يا بن يطبع روح يا رعي الهدة، تقترب الهدة وتغادر المنعطف الأخير وتقترب من مدرج الهبوط تدريجيا، تحمل هنا وهي الأقرب لناموسي أول أشواط الذلل، الإنتاج والمنتجين المهجنات الأصايل المركز الثاني، هملولة قادمة زايد بن محمد بن زايد المنصوري قادم على المركز الثاني، والرباعة عيد بن ساري بن بلوش المزروعي أهالي الظفرة قادمين يا بني يطمع قادمين، وأهالي السوان هزيم بن محمد بن هزيم المسافري قادم مع سمحة على المركز الرابع والمركز الخامس، الوصول من اليازي سالم بن راشد بن دغيش الاجتبي القادم. سادسا نتابع المركز السادس، مصيحة خالد بن عبد الله بن ماجد الخاطري قادم من السوان شعاع أحمد بن سالم بن أحمد بن حوتة العامري على المركز السابع في هذه اللحظات، وصلت فزعة هادي بن أحمد بن حسن بن ثيمة العامري القادم على المركز الثامن. تاسع المراكز، أرام لمحمد بن عبد الله بن ماجد المسافري، والمركز العاشر
وتابع وراقب عوايد محمد بن سلطان بن سعيد بن زايد الكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة لمشاري هذا الشهر وانطلاقاته وتحدياته. لوحة الإعلان 1200 يا راعي الهدى، 1200 سيل بن حمد بن يطبع العامري، بن يطبع العامري في قيادته مساري هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته على المركز الأول. بوزايد قادم، زايد بن محمد بن زايد المنصوري قادم مع هملولة، مع هملولة على المركز الثاني والمركز الثالث. الرباع، الرباع عيد بن ساري بن بلوش المزروعي القادم، والقادمة شعاع أحمد بن سالم بن أحمد بالحوتة العامري قادم على المركز الرابع، الرابع وبن دغيش قادم. ولكن الهدى، الهدى على المركز الأول. شوط الانتاج، شوط الانتاج والمنتجين إلى بن يطبع، إلى بن يطبع، إلى راعي الهدى، إلى راعي الهدى، إلى الهدى على المركز الأول. هل تواصل مسار هذا الشوط من البداية حتى هذه اللحظات وهي في المركز الأول؟ المركز الثاني الرباعة عيد بن ساري بن بلوش قادم على المركز الثاني، وهملولة، هملولة زايد بن محمد بن زايد المنصوري قادم مع المركز الثالث. ولكن الهدى، الهدى، الهدى على المركز الأول. انهدت من البداية، من بداية انطلاقة كل الأسماء تنفرد من شوطه من تحت الشتارته لين توصل ركضها كله طفير، طفير. هذه الهدى، هذه الهدى سيل بن حمد بن يطبع العامري. سلام إلى القطاع، إلى القطاع الجنوبي، سلام بدون أي أوامر. الهدى وبن يطبع، بن يطبع، بن يطبع هو السعيد في شوط المهجنات. الأصايل الذلل مع الانتاج والمنتجين، تهانينا والناموس لبو حمد. سيل بن حمد بن يطبع العامري المركز الثاني، هملولة لزايد بن محمد بن زايد المصوري. المركز الثالث الرباعة عيد بن ساري بن بلوث المزروعي. المركز الرابع شعاع لأحمد بن سالم بن حوت العامري. خامسا اليازي سالم بن راشد بن غيش الكتبي. هكذا هي النتيجة. أعود مع التوقيت الزمني ولحظات التوقيت، لحظات التوقيت 12 دقيقة 53 أربع أجزاء من الثانية، وتوقيت الهدى لسهيل بن حمد بن يطبع العامري. تهانينا والناموس للجميع.